حاليا انا متواجد في امريكا علشان بروح حق اتحاد الطلبه نمثل الكويتيه في تواجدنا هناك، لان الكويتيه راعي لاتيني في المؤتمر، وتم اختياري لتمثيل الشركه في هذا المؤتمر. شيء صراحه جدا جميل وشرف عظيم لي ان انا امثل الشركه، والشركه بما انها الناقل الرسمي للدوله فاحنا بالتالي نمثل الكويت مو بس نمثل الشركه، وهذا شيء جميل وشيء جدا افتخر فيه في كوني انا الممثل حق الدوله والناقل الرسمي. واشكر الشركه طبعا على ثقتهم فيني وفي المسؤوليه هذه اللي اعطوني اياها. الشيء الثاني طبعا راح نشرف ان احنا نتلاقى ويا الطلبه هناك والمتابعين وايد يسالون في الويست كوست ويبون يشوفونا، بس ما حصلت فرصة يعني، وهذا أتوقع خوش فرصة إن احنا نشوف طلبة اليوم من أمريكا كلهم ويتجمعون في المؤتمر. الشيء الثالث، الحين الساعة 6:30 تقريبا في أمريكا، هني في المنطقة اللي أنا فيها، بالكويت الساعة 2:30 الفجر. صار لي 3 أيام أحاول إني أضبط نومتي على هني، الحين الساعة 6:30 وأنا يعني قاعد أسوي أي شيء بس عشان ما أنام. وبعد في سان دييغو فرق 3 ساعات، يعني في سان دييغو الحين الساعة 3:30 الظهر، شوفوا الفرق يعني الكبير هذا. فعلى ما أروح سان دييغو أكون شوية يعني ضبطت النوم، بس هم يعني الوقت اللي راح يبدأ فيه المؤتمر اللي هو الظهر، المؤتمر يبدأ ترى الساعة 12 الظهر أو شيء ويقعد لي الساعة 10 بالليل، يكون أنا وقت النوم. المشكلة في الويست كوست لما تطلع أنت تقريبا 12 ساعة الفرق، يعني شوف الحين من الكويت 2:30 في سان دييغو 3:30، بس هذول بالليل وهذول النهار، فصعب جدا يعني. انا ما ادري شلون بيسوون الناس هذا اللي جاي من الكويت، وخاصه اللي بعد على طول مباشره من الكويت الى سان دييغو، هذا يعني شلون بيحضر المؤتمر يعني؟ فراح يكون وقت النوم هو اللي وقت فيه المؤتمر. اوعي نحاول نضبط النوم، نشوف ايش يصير ويانا. حاليا منطقه اسمها باتيسدا، منطقه وايد حلوه، تبعد تقريبا 10 دقائق 20 دقيقة من دي سي، من واشنطن دي سي، فاللي قريب من الاريا هذه منطقة وايد حلوة تستاهل انك تزورها. فيها طبعا وينها؟ فيها احلى كب كيك ممكن تاكله، اللي يحب الكب كيكس والخرابيط هذه اللي تعفس الروتين مالك، هني احسن مكان ممكن تاكله. في لهم فرع في واشنطن دي سي، بس هذا فرعهم الثاني اللي ما عليه زحمة، هذاك الطابوره والدور يوصل ليه برا، يعني تقعد لك ساعة عشان تدش، مو نفس هذا. هذا شهوة، هذا معلي زحمة، هذا بس احنا راح نروح اول شيء راح اتغدى انا مطعم من هني، وبعدين نرجع نحلي في المكان. الحين خل اقول لكم قصتي مع المنطقه هذه، قصه شويه حزينه، بس هي اللي فتحت لي باب كبير هنا في امريكا وعلمتني شلون اطلع واتنقل من مكان لمكان، خاصه في المنطقه اللي هني. من زمان، من سنين يعني، كنت انا طيار مساعد، وكان ويانا 4 من اصدقاء الكابتن اللي وياي. الاربعه هذول واحد منهم رايح الله يبعد عنكم الشر يعالج سرطان في المنطقه هذه. فيا وهني ثاني يوم عقب ما وصلنا قال الكابتن معاي، لان كنا قاعد هني 4 ايام او 5 ايام كنا، فقال الكابتن معاي قفزنا على البشر. فالكابتن معاي قال لي ايش رايك نروح نزور الشباب اللي كانوا ويانا بالطياره، قلت له يلا. فاجرنا سياره وجينا المنطقه هذه، فخليته هو ويا ربعه وانا رحت خذيت السياره افتر فيها، فقعدت هني تقريبا يومين اعتقد بروحي، لان كنت اوصله عند ربعه واروح انا. قعدت افتر، شفت المنطقه وتعلمت، ووايد عجبتني المنطقه ورحت دي سي لانها قريبه من هني وتنقلت، ف وايد عجبتني المنطقه. ومن ذاك اليوم وانا يعني كنت وايد اتنقل واي هني، سواء اني اجر سياره في رحلات او في غيره. ولكن الشيء المؤلم في الموضوع انه واحده من الرحلات بعد الرحله هذه بفتره ردوا وياي 3 من اللي جو ويانا اول مره. فعرفتهم سلمت عليهم كذي، قلت لهم ها وين اللي معاكم صار عليه؟ قال موجود تحت ويانا في الطياره. تحت وين؟ تحت مع العفش، ان الريال الله يرحمه توفى، ان الريال ماله كتب له عمر.
وتوفى الله يرحمه. فشيء مؤلم صراحة إنه يكون وياك واحد رايح في الطيارة وشايفه ومسلم عليه ومكلمه وبعدين يرجع وياك جثة تحت في الطيارة. شيء يعني شعور ما أتمنى أي أحد يعني يحس فيه. الله يحفظكم جميعا وإن شاء الله ما تشوفون مكروه في أحد. بعد القصة الحزينة هذه أروح ناكل حلو ونوريكم شيء زين نغير مزاجكم ومزاجكم. طبعاً هني عندهم منيو في كل الكب كيكس، في أشياء تنزل كل شهر، يعني كل شهر يتغير المنيو هذا، في أشياء ثابتة موجودة على طول، في أشياء شوفون هذول تتغير. من الريحة طبعاً أنا ما قاعد أشممكم الريحة بعد هني، بس من الريحة والله العظيم أنا ياش بشتري واحدة بس الحين ما أدري شنو أخذ. أي شيء في تشيز كيك قوي. خلينا نشوفهم الشكل. And then a chocolate. Not spending a lot. اعتقد ان الثانيه ما راح توصل البيت. ما خلصنا وهذا سلمت وديها البيت ان شاء الله توصل. راح ناخذ قهوه الحين نكمل مشوار. طبعا الناس متعودين. ايضا شيء ثاني هنا في المنطقه هذه عجبني، في قهوه ما ادري ما شفتها من قبل، مو موجوده في مكان ثاني. وهذه من الاشياء اللي انا حطيتها في كتاب يوم مع طيار، حطيت انه راح تاكل في اماكن وتشرب في اماكن قهاوي واشياء الناس مو متعوده عليها، وصير عندك خبره مو عند اي احد. والخبره هذه ما هي خبره يعني واحد يكشخ فيها، ولكن الاشياء هذه كلها تدش في خبرتك في الحياه، خبرتك في الوظيفه، ما هي خبره تتفلسف فيها وتروح والله انا اعرف وانا اشوف، لا كل الاشياء تدش في شخصيتك وانت اشياء تعلمها وتفيدك وتثقل نفسك. عشان كذا دائما اقول انا حتى مو بس الاماكن اللي تروح لها مثل هذه تأثر عليك شخصيا، حتى الناس اللي انت تقعد وياهم، انت ترى حصيلة الخمس اشخاص اللي تقضي اكثر وقت وياهم، انت حصيلة الوقت اليومي، وين شو تسوي في وقتك هذا انت، فكل شيء يأثر عليك، لازم تدير بالك على الامور هذه. وهذا طبعا ما يمنع انك انت تستمتع، يعني شوف انا الحين عندي اشياء اسويها، كل شيء يعطي وقته، اسوي شغلي، اخلص وقت الشغل، وايضا استمتع بالوقت. وهذا اكبر دليل، يعني هذه الاجازه اللي انا ماخذها ماخذها الاستمتاع عشان اطلع واستانس وارتاح. قاعد اشتغل للحين، قاعد اسوي اشياء بس اشياء بسيطه، ما هي ماخذه الحاصل الكبير من وقتي مثل لما اكون انا في الكويت. في الكويت اغلب الوقت تلاقيني انا قاعد اشتغل وقاعد اسوي اشياء، بس هذا انا وقت ماخذه حق نفسي، ماخذه حق راحتي. صدق قاعد اصور لكم الحين، وهذا بعد جزء من الشغل، بس شيء استمتع فيه ايضا، ما هو شيء مضايقني، وشيء افيد فيه الناس ايضا احس فيه متعه. نشرب قهوتنا، نستمتع في الجو الحلو اليوم، ماكو برد بس باكر يقولون برد. الجو وايد احلى من ان الواحد يطلع بسياره كذي. Hope they won't shoot me down soon. They sing gonna sleep this night. Try to catch me howling at the moon.
action. Won't stop fighting to the very end.